السلام عليكم، اليوم معكم محل فاروق. هو شخصيا جبت لكم في القناه الجديد. اليوم جبت لكم هاد لاباط ديال الحامض، شرح لهم عليها. هادي كروكون ديال الحامض جديد، نعمرو به شوكولا، نعمرو به فليكيك، وفي نفس الوقت راه فوغاج، راه كيطيب كيطيب، نديرو مع لا جينواز كيما بغيت، عندو بزاف الخدمه. تعمرو حتى في التمر، هذا راه زوين بزاف. منين شميت ريحتو واعر. واحد ديجا كان عندنا كروكون سبيكيلوس وكروكون بخاليني. سبيكيلوس دابا مقطوع ياك؟ لا بالعكس، كاين لاباط سبيكيلوس اللي مقطوعه ما كانش في الشركه. ما كايناش. وي مي كاين دي باط جداد عاوتاني، كاينه باط نوغا فيها واحد خوسيون سبيسيال. زوين، خديتها هذيك واعره. الصحه والراحه. خديتها. مرحبا بناس مراكش. الله يبارك فيك، بارك الله فيك، شكرا لك بزاف. بارك الله فيك. باط نوغا راه تستعملها بزاف الحوايج. بزاف بزاف عندي. غير الا بغيتي ديرها في الصابلي دكدكيها. دكدكا نديرها ما بين جميع كاس ولا نرسها كما كنرس مسكه حره. اييه. حيت ملي كنبغي نعجنو الصابلي ما تجيناش ديك الكوسيون تحبسنا العجنه. باش تجي باش تجي ديجا راه خدمنا بها في الفينونسي بزاف الحوايج. كتجي واعره، خدمتها حتى في الفينونسي تجي زوين. شكرا لك بزاف. العفو اختي العفو. بارك الله فيك. كي دايرين لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم ان شاء الله جيت لكم فيديو جديد في القناه اللي عزيز عليكم كاملين. كندرت لكم الجزء الاول ديالو والجزء الثاني، ولكن اليوم فيديو خصيص للناس اللي عزيز عليهم الحلويات والجديد في عالم الحلويات، حيت ديما هذا المجال ديما فيه الجديد. يعني ما يمكنش البرودوي اللي تخدمي به اليوم تعاودي تخدمي به غدا الا ما كانش عندك التجديد. ما غاديش تبتكري، ما غاديش يكون عندك التجديد في الحلويات ديالك. اليوم جبت لكم تشكيله دي اقتصاديه جدا، يعني ما تحتاجوش فلوس اللي هما كثار باش تجيبوا هاد لي برودوي. يعني غير شوي 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 من حاجه ممكن تخرجوا حلويات وتخرجوا دي صابلي. جبت لكم يعني شي لعيبات جداد في يعني في صابلي بريستيج. جبت لكم بزاف 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 بزاف. غادي نلخص عليكم كل شيء. شكون اللي ما كيعرفش المحل فاروق اللي في كازا؟ يعني معروف بزاف، يعني كيصيفط للمغرب والخارج المغرب، كيصدر يعني المواد الحلويات ديما عنده الجديد. يعني الاخر حاجه في لي بات، في لي زاروم، في الشوكولا. فعلا خصك غير تعمر جيبك وتمشي عنده. داكشي عنده كيحمق غزال بزاف، ما تسخاش. انا ملي كنمشي عنده كنبقى ساعتين وانا غير كنشوف، عطيني من هذه عطيني من هذه عطيني من هذه. اللي خديتو ما تيقدكمش فيه. غادي نخلي لكم الرابط ديال فيسبوك ديالو في صندوق الوصف، والنمره التليفون ديالو اللي بغيت تواصل معاه، وغادي نخلي لكم حتى العنوان. راه هو في دب السلطان في سوق الغرب في كازا، كلشي كيعرفو. غادي نختصر لكم هادشي كله. هو اللي مازال ما تابوناش معايا في القناه واللي اول مره كيشوفني، الا عجبتو ولا عجبو له المحتوى ديالي يتابونا معايا في القناه ويضغط على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. واحد اللعيبه اللي حدا صابوني بركوا عليها باش ديما يوصلكم الجديد ديالي، اليوميات الحلويات والطبخ. وغادي نبداو بسم الله. اول حاجه غادي نوريكم واحد لاباط اللي جاب لي طوب واعره بزاف. غادي نخدم لكم بها غادي نخدم لكم بها حلويات يعني مهم بزاف. هي هاد لاباط هادي ما غاديش تخيلوا ديالتاش، غتبان لكم بحال ديال الفريز بحال ديال الفرامبواز، مي هي ديال الورد. يعني الا كتشموها بحال كتشموا المورد، بحال قطاتوا المورد في الطاره، واحد الريحه فيها غزاله. هادي بات ماشي اهو، هانتوما هادي كتكون مركز عليها غزاله بزاف، ريحه الورد فيها كتحمق. هادي عرفتي كيفاش تجي في لي صابلي، في بريستيج، في لي كريم، في لي موس. مهم بزاف، ممكن نخدموا بها واعره بزاف. هادي جديد في عالم الحلويات. هادي بات خضرا يوزو. اشنا هو يوزو؟ هو الحامض الخضر اللي داير بحال الزنبوع اللي كيكون في الشجر. يعني هادي ماشي بات ديال الحامض، مي هذاك الحامض الخصيص تاع يوزو كيكون مار، اللي عشاق الحامض غادي يحمق على هادي. انا هادي كناخذو وكنتسالو وكنعاود ناخذها، فعلا واعره بزاف. وخدمت لكم بها بزاف ديال الحلويات. هانتوما واحد الريحه فيها اش نقول لكم، غزاله غزاله بزاف. ما يمكنش هادشي نتخيلو لكم وانتم ما تشوفوش. ثاني حاجه هي هاد اغوم ديال النعناع، فعلا طوب. هادي تتصلح مع الحامض، مع يعني اي مذاق اللي كيعجبو هادشي ديال النعناع. هانتوما شوفو كيفاش دايره، فعلا واعره. عندو داكشي يعني جديد جديد غزال بزاف. بالنسبه لهادشي ما قلت لكمش على الاثمنه، يعني بحال هاد القرعه هادي كامله هادي ب 10 دراهم.
كتاخذوا المقدار نتوما اللي يعجبكم، 5 دراهم 10 اللي يعجبكم. هذه 5 دراهم حيت اغون، هذه حيت بات، هذه هذيك 15 حيت بات كتكون غاليه على اغون، وهذه 15 حيت جديده ما عمرهاش طال الفوق. نتمنى كلشي يكون باين لكم. بالنسبه لهادو هما لي بات اللي خديت، حيت ديك المره كنت واخده النوكا باقيه عندي، كراميل سميتو لابات موكا، شوكولا، الفرامبواز، سميتو الخوخ، المهم بيستاش، لاباط بيستاش طوب تا هي. المهم خديت من عندو بزاف، هادو اللي كانوا خاصني هما اللي خديت هاد المره. قلت ما مشيت لكازا، خصني نمشي عندو. هادي واحد البودغ برونزي غزالة بزاف، يعني داك المره كنت خديت من عندو بودغ دوري، هادي بودغ برونزي، هاد شويه هذا 10 دراهم هو، نتمنى يكون تيبان لكم مزيان. هادي باش كتصلح كنزول قبالي شوكولا، لي سابلي بريستيج، يعني اي حاجه بغينا نزوقوها بغينا نعطيوها داك ليفي ديال بريون برونزي، هذا هو الطوب، هذا اللون زوين بزاف. وثاني حاجه باش كيصلح نعطيكم فكره، بالنسبه لهذه خديتها من عنده، هذه ديال القهوه، نشوفوا واش تبان لكم مزيان. ها هي هذه ديال الشوكولات عاديه اللي الثمن ديالها جد مناسب، 4 دراهم. هذه ديال القهوه، شوفوا كيفاش فيها هذو الحبيبات ديال القهوه، كنديروها في شوكولا ولا لي سابلي بريستيج، يعني باش تعطينا داك ليفي ديال القهوه، يعني هنا غادي يعطينا الشكل مي باش يعطينا داك الديزاين يعني ديال القهوه، كنديروا ليه كنبودريو بهاد البودغ برونزي، يعني فريمون كتجي بحال كناكلو شوكولا ديال القهوه. ها هي هذه 4 دراهم. من بعد خديت من عندو هاد الحبيبات ديال الشوكولاط، انا خديت انا هادشي تشوفوا هادشي اكثر هي غير التزيين حيت هو اللي كانوا حلو فيه. هادو حبيبات ديال الشوكولاط الابيض والشوكولاط الحليب باردون وشوكولا نوار، ثم هادي ب 10 دراهم. ايوا خديت من عندو هاد العقيق، انا اليوم الله اعلم غادي نريب الحفله حيت فلاش طارق ليا في عينيا، يعني ما كنشوفش هادشي اللي حدايا. هذا عقيق في سميتو فلارجونتي، زوين بزاف. حتى هادي 10، كنعطيكم غير اثمنه باش تعرفوا المقدار. خديت من عندو هادشي كله ولد التزيين، خديت من عندو هادو مشكله، خديت من عندو هادو تا هما بحالهم هما في الكحل، هادو تيجيو في التزيين غزالين بزاف. هما هادو اللي عجبوني بزاف، يعني الحبيبات هما عاملين بالشوكولاط، ماشي غير فاني ديري فما كيضرب، مي هادو عاملين بالشوكولاط في هاد اللون النحاسي كيقولوا ليه. ها انتما شوفوا كيفاش داير هاد اللون، فيه غزال بزاف، تتزوقوا به الحلويات ديالكم ولي صابلي بريستيج. هذا واحد التشكيله تاعي جابه جديد، داكشي باش ديكم جبت لكم الجديد في عالم الحلويات. هاد المره ملي مشيت عندو لقيت عندو هادو بحال ماشميلو، ولا ما عقلتش على سميتهم بالضبط حيت ما كناكلهمش، بحالهم، وهما هادو بالمذاق ديال الفرامبواز، غزالين بزاف. ها نتوما شوفوا كيفاش دايرين، هادو كتعمروا بهم، كتعمروا بهم لي صابلي بريستيج، كتعمروا بهم تبدلو في لاجينواز، كي ممكن يطيبو باش كيعطيو داك ليفي تاع الكروكون، يعطيو المذاق. ممكن ديرهم في ديموس كيجيو هكا بحال الحبيبات. خديت الفرامبواز وخديت السيترون، حتى هما ديال السيترون فنين. ها نتوما شوفوا كيفاش دايرين، زوينين بزاف. هادو ننصحكم بهم، ما قلتلكمش الاثمنه، هادي 10 وهادي 10. خديت هاد الشوكولا في الغوز، عجبني هاد الشكل ديالو، زويون كيف يعني في التسين تاع يعني الحلويات، زوين. حاجه اخرى اللي واعره ومشيت لقيتها عنده ما تضطش ولا 1%، هي هاد الكروكون ديال الحامض، عمرنا ما سمعناه فريمون، عمرني انا ما تلاقيت معاه ولا تصادفت معاه ولا طاح بالي باش انا نصايبو، حيت ممكن تصايبوه في الدار. غادي تاخذوا غير كونكاسي ديال اللوز وتاخذوا اون كريم ديال السيترون وتخلطوهم،
مي هو لقيتو مزجهم هذا تتعمروا به لي شوكولا ديالكم فريمون غادي يجي واعر. ديروا شوكولا نوار ولا شوكولا اولي وتعمروا ديروا لافارس فيها ديروا لافارس بهذا الكروكون ديال الحامض سوبر بون عرفتي واعر 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 بزاف. انا عرفتي كان عرفتي ملي نقصو واش داير فيه ني واقيلا داير فيه تنس لي مهم واحد المزيج غزال بزاف تيطيب ممكن دير طفله جينواز عندكم داك لي في تاع الكروكون و السيترون. انا مهم كنحماق على السيترون هذا نصحكم به بشدة كي تيقولوا. هذا خديت صابلي ديال بيستاش يعني حبيبات صابلي ديال بيستاش غزالين بزاف ريحتهم زوينه هادشي كامل ب 10 دراهم تبارك الله الخير. ريحه السيترون فيهم زوينين بزاف هادو حبيبات ديال الصابلي كنزوقو بهم الصابلي ديال يعني باي مذاق بغينا مي يستحسن يعني يكون ديال البيستاش ونزوقو بهم هذا في الخضر كيجي زوين بزاف. خديت من عنده الكونكاسي ديال وخديت من عنده هاد الماكاداميا اللي زوينه بزاف شكون اللي ما كيعرفهاش. هادي كنديروها في الحشو ديال ديك اللقمه القاضي كي تيقولوا يعني الاكله اللبنانيه ديروها في جينواز ديال كاكروكون زوينه بزاف عطات واحد المذاق ديالها واعر. هادي باللوز زوينه ها نتوما غير كميه صغيره راه ممكن ديروا بها شحال من مره ماشي بالضروره تاخذوا كميه كثيره المهم غير شي شويه شويه من الحاجه وغادي تخرجوا بيان سور برودوي اللي هو زوين. اي ابري باش ما نطولش عليكم خديت هادو موديتهم شفتهم جوفونس هادو حبيبات ديال يعني بونبون ديال الشوكولا ها هو حتى هو باللون النحاسي. هذا الصابلي بحال هذا اللي خديت ديال بيستاش ها هو ديال بيستاش وانا خديته هذا عادي تنزوق به زوين. خديت من عنده هاد التويسات هادو بدرهم ونص هادو ديال لي بيتي تارتوليت زوينين بزاف وصحاح ماشي بحال هادوك اللي تيتحلقوا دغيا ولا خفاف ها نتوما شوفوا كيفاش تقال. خديت من عنده هاد جوج ديال القطاعات هما صحاح وإينوكس يعني اللي عجبتني بزاف هي هاد الشكل هذا ديال كي تيقولوا دياموندا ها نتوما شوفوا زوين بزاف. هذا ديروا به شوكولا يعطيكم شكل زوين ديروا ممكن ديروا فيه دي كاطو غلاسي وتصايبوا ان بيسكوي وتقطعوه يعني شديت لي هاد القطعه ديالتو. المهم ما نحقش لكم المراحل هاد الكاطو غادي ندير لكم ان شاء الله قريبا وبيان سور غادي يكون بالسيترون حيت انا كنهبل وكنحماق على السيترون وكنتسنى غير تنجرب هاد الكروكون ديال السيترون فيه. المهم ها هو هذا الثمن ديالها جد مناسب 25 درهم خلاها لي ب 20 فكيت هو وانسان لي ظريف بزاف ياب يعني صافي. ديال الحاجه الاخرى خديت هذا الشكل هذا ديال يا ربي ديال العود ديال الفاني ها هو هذا شي شويه غالي ماشي بحال هادو ماشي بحال الكاليتي ديال هادو ديال 4 دراهم هذا خلالي ب 18 درهم هذا تيعطي داك لي داك الشكل ديال الفاني. نتمنى ان شاء الله نكون عطيتكم يعني ولو غير شي شويه من المشتريات ديالي يعني قلت لكم عطيتكم غير شي شويه من المشتريات ديالي اللي انا واخده حيت فايته واخده من عنده بزاف وباقي عندي هنا في البلاكار يعني ما كاينش نبقى نعاود حاجه اخرى وانا باقيه عندي مجربه يعني الحوايج ديالو كاليتي وانتر بارونتيز هذا ماشي اشهار ماشي حتى حاجه هادشي كناخذو فلوسي ماشي كيعطي لي فابور باش ندير الاشهار ما حتى حاجه. انسان رائع بزاف وكيستاهل التشجيع وكيجيب يعني كيجيب يعني شنو نقول لكم الجديد فريمون الجديد كيجيبو تاني بلا ما نطول عليكم بزاف في هذا الفيديو. شكرا لكم بزاف شكرا على المتابعه ديالكم كنشكركم بزاف 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 على لي كومونتير ديالكم اللي كتخليو ليا كتفرحوني فيهم بزاف كتخلوني نزيد بهم القدام كنلقى بزاف ديال التشجيع وبزاف ديال الشكر منكم حتى انا كنشكركم بزاف. وما تنساوش تابوناو معايا في القناه تضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ما تنساوش من لي لايك ولي كومونتير ديالكم زوينين. الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. قبل ما ننسى ترقبوا ان شاء الله الفيديو ديال مشترياتي في رمضان غادي نحطوا لكم ان شاء الله مشتريات اللي هي الطوب غادي تنفعكم بزاف دي بون بلان اونسونغ اونسونغ زعما في الصوت سمحي لي كنزف الهضره باش ما نطولش عليكم الفيديو. يلا الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله تلاقاكم.